مجموعة مشاكل. المشاكل بتنحصر في أولا إن ما كانش في وضع أمني قائم بصورة مثلى قبل ثورة يناير 2011. كان في جزء منه إحنا كنا معتقدين إن هو كويس، ولكن هو اتضح إن هو هش في جزء من المنظومة الأمنية. فده موضوع. الموضوع التاني طبعا كل التدهورات اللي حصلت في بعد 2011 والاستهداف اللي حصل لأجهزة الأمن بما فيها من مواطنين من ضباط وأفراد وأجهزة ومعدات والأقسام نفسها. فده الجزء التاني. الجزء التالت هو الخصوم بتاعتك اللي بتشتغل على الأرض، سواء كنا بنتكلم على جرائم جنائية أو جرائم إرهابية. ففكرة المصالحة مع قطر هل هي هتأثر ولا لأ؟ هي في بعض الناس أشارت في بعض الأوقات على إن قطر بتمول عمليات إرهابية في مصر. لو ده واقع، أنا أعتقد إن القوات السياسية مش هتتنازل عن إن مصر تاخد حقها، ومش هتقبل بإن يكون في مصالحة. فأنا بعتقد إن المعلومة ما كانتش دقيقة، المعلومة اللي روجت في وقت من الأوقات على لسان بعض الخبراء أو الناس اللي بتتكلم في هذا المجال وعبروا عن إن قطر مولت عمليات إرهابية، ده ما اظنش انه كان موثق، خلينا نقول كده. وبالتالي احنا بنتكلم هنا مع حاجتين، اما احتمال ان يكون ده حصل او لا، وهنا هنعوز بقى تحريات ومجموعه من المعلومات كتير قوي. والجزء الثاني ان ممكن يكون بيصير حفيظه مصر هي استضافه قطر لمجموعه من الخارجين على القانون المصريين اللي مصر شافت ان هم مطلوبين امنيا عشان يحاكموا فيه جرائم مقدمه قدام محاكم دلوقتي، وقطر استضافتهم عندها وادتهم ما اشبه بحق اللجوء. فهي دي يمكن بقى فكره المصالحه تيجي في الحته دي. هل وده هنا كنا شفنا بشاير من قطر الفتره اللي فاتت انها طلبت من المجموعات والناس المقيمين عندها بهذا المعنى ان هم يغادروا يروحوا اماكن تانية، فيهم ناس راحت ليبيا، فيهم ناس راحت لندن، ما زال في بعض الناس مقيمه في قطر. فهنشوف لسه ايه التصور هيمشي ازاي. انما ما بتيجي تحسب مصالحه بين دول بتشوف ايه الفائده وايه الضرر. احنا كمصر بتهيألي الهدف النهارده ان انت تقفل باب النزاع الداخلي العربي وتبتدي توحد الكتله العربيه مع بعض، خصوصا ان انت بتستهدف المرحله اللي جايه تنميه وبناء، وده هيستهدف او هيستلزم تمويل واستثمارات وغير ناس هتيجي تعمل سياحه. فلو انت عندك انشقاقات والمجتمع العربي انشق بقى بين ناس مع مصر وناس مع قطر وناس مع ليبيا، ده يأثر علينا من ناحيه الاستثمار ويأثر علينا ككتله قدام المجتمع الدولي. طيب بغض النظر مصر قفلت، من ساعه ما الرئيس قابل المندوب خارجيه امير قطر خلاص يبقى في مصالحه، لان هو معنى ان هو الرئيس يوافق ان هو يقعد، لانه ده جاي بيمثل حاكم قطر ايا كان منصبه في الحكومه القطريه، ولكن هو جاي بصفته مبعوث من حاكم قطر، وبالتالي وده السبب اللي قعد على اساسه الرئيس معاه. فبالتالي يبقى هنا نقدر نقول ان خلاص في اتجاه للمصالحه. ايه الثمن السياسي اللي مصر هتدفعه؟ لا، ما اظنش ان مصر هتدفع ثمن سياسي، خصوصا لو الشعب تفهم الموضوع. وهنا يمكن اعتدنا في الفتره القصيره اللي مسك فيها الرئيس، ويمكن اثناء وجوده كمان في وزاره الدفاع، ان هو ما بيكون في حاجات مثيره للجدل بيطلع وبيتكلم فيها. فانا بعتقد انه لازم هيطلع يتكلم في الموضوع ده، وهيتكلم فيه بصراحه، لان الناس شايفه ان يعني ان دي الطريقه اللي هو بيتعامل بيها. فاعتقد ان ده لازم هيكون المانوال او الاتجاه اللي هو هيعمله، ولازم يطلع يشرح للناس، خصوصا بعد الحشد اللي حصل نفسيا عند المواطنين اتحشدوا نفسيا ضد قطر، سواء من خلال خبر امنيين او من خلال خبر اعلاميين. وبقى في قناعة عند المواطن المصري ان قطر تأمرت عليه، وان هي جزء من المؤامرة اللي بيحصل في مستوى العالم. فكون النهاردة القيادة توافق على ان يحصل حاجة في اطار التصالح، يبقى لازم هتطلع تتشرح للناس بأبعادها عشان ما تاكلش بقى من الحته السياسيه اللي حضرتك بتقول عليها دي. طيب مش في ضريبه سياسيه. لو ترسخ لدينا اليقين ان هم فعلا ورا عمليات ارهابيه كان هم او تركيا، التسويه هتكون ازاي في الملف ده؟ ده دماء سالت. في دماء سالت. ما احنا ما عشان كده احنا ده موضوع صعب ان احنا نناقشه من غير ما يكون عندنا المفردات بتاعته او المعلومات بتاعته اللي تسمح لنا بيه. لان زي ما بقول لحضرتك، هو فكره ان حد يتامر عليك لدرجه ان هو يرتكب او يمول عمليات ارهابيه حصلت في مصر، ما اظنش ان فيها تصالح. انما احنا اصل لما جينا نتكلم في 2011 وما بعدها على فكرة المؤامرة وفكرة ان احنا بعض الناس بتستهدف امن مصر،
دخلنا فيها مناحي كتير جدا بما فيها الاعمال اللي بتتم عاده بين الدول من غير ما يكون فيها مقصود منها مؤامره بالمعنى الشرير للكلمه. يعني انت لما تيجي تقول مثلا الدول الاخرى بتجمع معلومات على مصر، انت ممكن تحط ده في خانه المؤامره، ممكن تحطه في خانه انه عمل طبيعي لان مصر بتجمع معلومات عن الدول الثانيه. يعني احنا في كل العالم بتاعنا يعني ما ينفعش ان مصر تبقى قاعده مش عارفه بيحصل ايه في المانيا دلوقتي وفي انجلترا وفي امريكا وفي الصين وفي كونغو. لازم يبقى عارف ايه اللي بيحصل في المجتمع ده، واي معلومه بتفلت بتعتبر تقصير. يعني لازم يبقى احنا قصرنا في ان احنا نحصل المعلومه دي. نفس الشيء بالنسبه للدول الثانيه، الدول الثانيه بتحصل معلومات مش بس من مصر ولكن من كل الدول اللي بتشتغل فيها. الحكايه النهارده بتتكرر مع داعش، والدليل على كده ان هم لما تيجي تحسب 50 دولة عاملين النهاردة تحالف عشان يضربوا داعش بقالهم أكتر من شهر في هذه المنطقة، بيتكلموا على 20 طلعة جوية كل يوم، ومع ذلك داعش بتسيطر أكتر وبتعمل قوات أحسن وبتعمل وضع أفضل، وابتدت توجد أختام وتوجد آلية دولة في المنطقة اللي هي فيها. فده في اعتقادي معناه أن قطاراتها بتطلع ما تضربش داعش ولكن بتضرب القوات اللي بتحارب داعش أساسا عشان تفتح لها الطريق، وده في منتهى الخطورة. ففكرة ان قطر وتركيا هم اللي بيحركوا داعش، انا ما اعتقدش. انا متفق ان هم بيتحركوا من اجهزة اكبر من كده، ممكن يكون فيها امريكا، ممكن يكون فيها انجلترا، انما ممكن تكون تركيا او قطر لو كانت شريك فهي شريك منفذ مش شريك مخطط يعني، او مش صاحب رؤية. الفكرة هنا ان احنا محتاجين نوصل لها، ان احنا نبص على منطقة الشرق الاوسط في اعتقادي، ونشوف هي مستهدف ليها ايه ورايح فين، والتنظيمات اللي موجوده بتتحرك ازاي، والهدف بتاعها هيوصل فين في الاخر. وهنلاقي ان احنا لو فضلنا ماشيين بالسيكونس اللي احنا ماشيين بيه ده، في الغالب هنوصل الى الهدف اللي كانت بتتكلم عليه كونداليزا رايس في الشرق الاوسط الكبير او الجديد. عشان تقدر توقف الموجه دي النهارده، وهو معروف وفقا للتخطيط، لان ده تخطيط معلن مش سر يعني، مكتوب ومنشور في جرايد ومنشور في كتب وموسوعات. فالتخطيط ماشي according to the plan، يعني وفقا للخطة بتاعته، والمفروض ان الخطوة اللي جاية هي مصر والسعودية. فعشان كده لازم يحصل يعني لم شمل عربي من خلال القوتين اللي موجودتين في هذه المنطقة. مصر باعتبار ان هي القوة العسكرية الوحيدة اللي فاضلة في المنطقة، والسعودية باعتبارنا أحد القوى المالية الضخمة الموجودة في المنطقة، ونلم حوالينا بقية المجتمع العربي المتماسك، ونحاول نقوي اللي حصل فيه مشاكل زي تونس وزي سوريا والعراق، ونبتدي نعيد تاني تكوين المنطقة بشكل إحنا اللي عايزينه مش مفروض علينا. ويمكن النجاح اللي حصل في تونس الأخير نجاح طيب جدا، هيضيف إلى اللي بيحصل في مصر وبيحصل في المنطقة. ولو قدرنا بقى ان احنا نحيد الجزء اللي ممكن يكون بيتآمر او بيمول او بيدعم او بيستضيف او زي قطر، يبقى انت على الاقل حيدته من معادلة الشر المستهدف فيها المنطقة. مصر احنا عندنا مجموعة تحديات ضخمة جدا في المرحلة الحالية، وانا يمكن بخشى ان يكون الناس اللي بتدير المنظومة الامنية مش مدركة هذه المخاطر بالصورة الكافية، او على الاقل مش مقيمة بالتخطير الكافي. لان احنا لما بنيجي نتكلم هنا بنتكلم على وده مش اساءة لحد، ولكن هي فكرة ان الواحد لما بيكون برا السلطة بيبقى عنده قدرة ان هو يحلل اكتر، ما عندوش الاعباء اليومية بتاعت الناس يعني. وانت بتتكلم النهاردة على اجهزة الامن في مصر، بيشتغلوا على محورين، المفروض ان هو يكون بيشتغل على محورين، بيشتغل على قسم المعلومة او شق المعلومة وشق التنفيذ على الارض، ده بصفة عامة. فهل احنا عندنا المعلومات الكافية عن التحركات اللي بتحصل ضد مصر سواء داخليا وخارجيا ولا لا؟ ده نقطة مهمة. النقطة الثانية، هل احنا عندنا قدرة على رصد التحركات المعادية داخل مصر سواء من خارج اجانب او مصريين منصوبين مثلا لتنظيمات او اجهزة مخابرات بتاع الدول الثانية، او مصريين اللي هم منصوبين محسوبين على الاخوان المسلمين والتنظيمات اللي بتشتغل ضدنا؟ ده من ناحية المعلومة. من ناحية التنفيذ على الأرض، هل احنا اتعلمنا في السنين اللي فاتت من خلال التجارب اللي عدت علينا بعد 2011، اتعلمنا ان احنا نعيد تكوين قدراتنا بصورة تتمشى مع المرحلة اللي احنا فيها والتحديات اللي موجودة فيها، ولا ما زلنا بنفكر بنفس الفكر القديم اللي هو الفكر النمطي اللي ثبت عدم قدرته على تحدي الصعاب في 2011؟ في 2011 لما قامت الثورة
اكتشفنا مجموعه من الاسباب للخلل الامني اللي كان موجود. فجاه القوات اكتشفت انها كانت موجوده في الشارع فترات طويله جدا، فانهارت بعد 3 ايام من 25/28. فجاه اكتشفنا ان مفيش تشين اوف كوماند او تسلسل قيادي يتم الرجوع ليه في ساعه الازمات، وبالتالي كانت فتره من فترات كله اكتشف ان مفيش حد يقدر يتكلم معاه لما وقعت الاتصالات، وبالتالي انفصلوا وانفرط العقد الامني. اكتشفنا ان احنا اجهزه بتاعتنا مش متسيطر عليها بالصوره الكافيه، والمناطق بتاعتنا يعني دليل على كده اكتر من 90 اسم اتحرقوا في 48 ساعه، 3000 عربيه تم استهدافهم. كل الحاجات دي اكدت ان احنا لا ما كناش بالصوره اللي احنا كنا فاهمينها. وحاليا ما زلنا ما ده اللي احنا ده. هل بقى تم اعاده ترتيب البيت من الداخل ورسم خطه امنيه جديده تتماشى مع التحديات اللي موجوده حاليا اللي هي مختلفه عن التحديات بتاعه 2011، وفي نفس الوقت تقدر تحطني في مرحله ان انا لو حصل اختبار تاني هقدر انفذ بصوره مختلفه ولا لا؟ اعتقادي الشخصي ان لا، ما حصلش الكلام ده، ما حصلش اعاده ترتيب البيت من الداخل. ده راجع لان اولا تغير القياده الامنيه على مدار الثلاث اربع سنين فاتوا 5 مرات تقريبا. ده من ناحيه. من ناحيه ثانيه ان انشغال القياده الامنيه بالعمل اليومي اللي هو بيسموها دي تو دي اوبريشن متداخل جدا، في فين في مظاهره، فين في حرق اسم، فين في حرق عربيه، ده بيخلي قدرته على التخطيط الاستراتيجي تبقى اقل شويه. فالنتيجه ان احنا بتهيألي لسه في مرحله اعاده تكوين، ماشيين في اتجاه الصح ما اقدرش اقول لا، بس بسرعه بطيئه. وانا اللي بخشاه دلوقتي هي فكره حجم التحديات مع استعدادنا. يعني احنا لو احنا بنتكلم على وضع امني 2010 مثلا اقدر اقول لك ان احنا كويسين مفيش مشكله، لان احنا يعني الامن ابتدى يستقر لحد ما. التحديات الامنيه من ناحيه خطف والسرقه او سرقه السلاسل وبتاع هتقل مع الوقت، يعني ممكن جدا يتم السيطره عليها مع الوقت واحنا كده في وضع كويس. انما لو احنا حطينا في المعادله التحديات الامنيه اللي موجوده في الوقت الحالي بقى، اللي هي فكره ان في سلاح كتير موجود داخل مصر، ان في تنظيمات ارهابيه بتشتغل ضدك، ان في اجهزه مخابرات عايزه تحقق نوع من الانشقاق الداخلي وصراع بين طوائف مختلفه، ان انت عندك ظروف اقتصاديه صعبه جدا ما زلت بتتحدى ان انت تقدر تقوم بيها، وده مش عمليه سهله ومش هيكون مردودها في يوم او اتنين. كل الحاجات دي تخلينا اقول لا، يبقى احنا ما زلنا محتاجين عمل كتير في مجال الامن عشان نقدر نحقق اللي احنا عايزينه. فضلا عن ان الحاله النفسيه للضباط والافراد في الشرطه اكيد مختلفه عن ما كانت عليه قبل ثوره 2011، لان هو كان بيتعامل من منظور معين، شايف نفسه في مكانه معينه من خلال خدمته للدوله. الناس لما طلعت صارت قالت لك لا، ده احنا بنصور ضد كيانك انت شخصيا، وبالتالي يبقى انت مش كويس، يبقى انت الصوره الذهنيه اللي انت كنت عايش بيها بينك وبين نفسك مش هي الحقيقه. فالاضطراب النفسي ده محتاج ان هو يعالج بصوره طيبه. الاضطراب النفسي عند ضابط الشرطه؟ الاضطراب النفسي المجتمع كله بلا شك عنده اضطراب نفسي بعد ثورتين مروا علينا، لان احنا النهارده الشخص اللي كان عادي وكان يعني لما تيجي تحسب حياتك 2011 يناير الناس نزلت الثوره، بعد الثوره ما خلصت وحققوا النجاح اللي حصل، الناس نزلت نطفت الميدان واعتبرت ان مصر بكره مختلفه تماما عن ما كان. لما ده ما اتحققش حصل عندنا نوع من عدم الاقتناع او عدم القدره على تقييم الموقف هل احنا صح ولا غلط. وخدنا ده الى 30/6 والناس عملت ثوره ثانيه. الثوره الثانيه ما زالت الناس بتتشكك هل هي حققت النتائج ولا لا، واحنا بكره هنبقى احسن ولا لسه، وظروفنا الاقتصاديه و و و، وبالتالي احنا لسه قاعدين خايفين من بكره شايل ايه، اللي هي الحاجه اللي ما كانتش عند المصريين الاول. المصريين ما كانوش بيخافوا من بكره لان احنا كنا معتادين على ان شاء الله بكره حلو وبكره كويس ومتعودين على كده. فالتوتر النفسي ده عندنا كلنا، زود عليه بقى عند الشرطه ان هو تم استهدافه في 2011، كان شريك في ثوره 30/6، ما زال بيتحسس الخطه في المرحله اللي جايه هو هيعمل ايه؟ هل هو هيكون شرطه النظام زي ما كان في قبل 2010 وبالتالي سيتهم فيما بعد من هو شرطه الدوله، شرطه النظام الحاكم، ولا هو هيبقى شرطه النظام زي ما عمل يوم 30/6؟ لان هو يوم 30/6 نزل وقال لحضرتك انا مع الشعب، انا هامن الشعب، ماليش دعوه بالنظام الحاكم. فهل هو هيبقى كده ولا كده؟ طبعا بلا شك احنا رايحين لدوله المؤسسات، بس بانهي سرعه وهنوصل لها امتى؟ هي دي الفكره.